إذا مثل ما كون شايفين يا شباب، نحن عم نراقب عم نسحب داتا من بارامتر معين داتا ريجستر، وعم نسجل البيانات كل ثانيتين. مثل ما نكون ملاحظين كل ثانيتين عم يسجل البيانات يلي عم تطلع منين، من الداتا ريجستر. فصار عندك مثل داتا اكويزيشن يعني بهالحالة هاي. حاولوا تجربوا هالتطبيق هذا البسيط. شكرا لإصغائكم.